فرنش فرايز بالايد ما ينفعش. بعد تصدرها الفن امينه شلبايه في بالعربي ولا هزولي شعر يا شاهد. امسكي لي معلقه يا شاهد، امسكي لي معلقه شوكه والسكين. فرنش فرايز بالايد ما ينفعش، ما بيزعونيش خالص. بص يعني يمكن بعد ساعه مستغرب نفسي، ولا هزولي شعر، بل بالعكس دمهم خفيف جدا. انا كمان بتفرج عليهم وفي فيديوهات كتيره بتضحك جدا جدا جدا. بالشكل ده كان رد خبيره الموضه والتجميل امينه شلبايه على كل الفيديوهات الكوميديه اللي بيعملوها، ردا على طريقه تعليمها للاكل اللي بنشوفها على السوشيال ميديا. انا بدي اعرف اكثر تعليق او اكثر فيديو مركب على فيديوهات اللي انت بتعملين حضرتك ضحكك كثير، اي واحد بجد اللي ضحكني جدا جدا فيديو انا مش عارفه اسمه، قاعد بيفتح فيديوهاتي وقاعد يعني بياكل، بيحاول يتعلم وبيحاول يعمل زي كل شويه يقول لمامته لا دي واحده دي واحده، ما قالتش كده، ومامته طبعا from the background قاعده بتهزقه يا شاهد امسكي لي معلقه يا شاهد، امسكي لي معلقه شوكه والسكين. هو جاتو يا شاهد، هناكل شوكه والسكين. الاتيكيت بيقول بالشوكه والسكين يا شاهد، هناكل ازاي الرز. والموضوع ما وقفش على الفيديوهات بس، كمان بعض التعليقات كانت سلبيه وانتقدوا طريقتها في الاكل وشافوا فيها مبالغه في الاكل. فيه له متعة خاصة مثل صحن الفرنش فرايز مثلا، ما نجيبه على الطاولة واحنا بنوديه على طاولة السفرة، بتلاقينا مثلا ناخد حبة هيك ندوق على السريع. لو معزومين في جنينة، لو عيد ميلاد صحابنا، لو قاعدين في بيكنيك، في حاجة كاجوال كلوها بإيديك. فرنش فرايز بالإيد ما ينفعش، غير لو أنا في محل فاست فود، حفلة بقى وعيد ميلاد في جنينة. بس دلوقتي أنا لو قاعدة في عزومة فورمال اوكي هاكلها بايدي، معقوله؟ مش معقول. طبق الفرنش فرايز بيجي كده، بيبقى فيه معلقه وشوكه، هم دول اللي بغرف فيهم. بس بالرغم من كل الفيديوهات الكوميديه والانتقادات، الا ان امينه بيوصل لها فيديوهات ايجابيه كتيره من اهالي لتاثر اولادهم بطريقه الاكل الصحيحه وضمن الاتيكيت. فرحت ان انا اثرت في الناس، سواء الناس اللي قاعده بتتريق او الناس اللي هي عايزه تتعلم. فلما الفيديوهات دي بتتنشر، بالعكس ناس كتيره يمكن مش لاقياني على السوشيال ميديا او ناس يمكن ما تعرفنيش اصلا هتبدا تتابعني. الرز عادية بالشكل ده، الفكره ان هو ده الاتيكيت، مش انا اللي كاتباه ومش انا اللي عاملاه، لكن هي دي ماده وبتدرس وهو ده الاتيكيت. ممكن اسيب السكينه خالص وبالناحيه الثانيه باكل اهو. واللي بيتابع امينه على السوشيال ميديا هيعرف ان هي بتعلم حاجات مختلفه، هي بتدي فاشن تيبس للمحجبات. عايز اقول لكم ان البنطلونات السليم بتكتم على النفس كده، اريح بكتير. او الطريقه الصح لقعده البنات والمشي بالكعب العالي. قدامك رجل قدامك.